تمام. بما ان احنا ابتدينا بالتنشن الاكسيال تنشن، هنتكلم على ام وتي الاول. هنتكلم على السكشنز سبجكتد تو ام اند تي. زي ما احنا شايفين مثلا هنا الارش اللي هنا ده مقلوب مثلا. احنا لما قلنا الارش بيبقى عادل كده بيبقى عليه كومبريشن، الارش لما يبقى مقلوب كده طبعا هيبقى عليه ايه؟ اكسيال تنشن. تمام. طيب هنبتدي الكيسز اللي عندنا. اول كيس بنتكلم على الكيس اللي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت، ان انا عندي اكسيال تنشن، يعني الاكسنتريستي بتاعه الفورس بالنسبه للقطاع بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو، يعني الفورس بتاثر في السي جي بتاع القطاع بالظبط. انا السترين ديستريبيوشن بتاعي يعني متماثل سيمتريك على الايه؟ على القطاع كله. طب لو انا هحط حديد تسليح سفلي وعلوي بس، لكني يعني عندي قطاع كاميرا زي اللي كنت بصممهم في الترم الاولاني، يبقى انا بالتالي هيجي لي هنا نص الفورس هتتقاوم بالحديد اللي هو AS داش، ونص الفورس هتتقاوم بالحديد اللي هو AS الحديد السفلي. تمام. طيب لو انا عايز احسب الحديد ده بمنتهى البساطه، والله زي ما كنا بنحسب بقى الحديد بتاع الطاي، انا عندي هنا طاي صريحه، فوالله ان AS هتساوي AS داش هتساوي T على الاثنين نص الفورس، ان انا هحط نص الحديد فوق نص الحديد تحت على F يلد على جاما S. دي الكيس اللي هي ان انا ما عنديش اكسنتريستي، او بمعنى اخر ما عنديش بيندنج مومنت على القطاع، عندي تاي عاديه خالص زي اللي احنا درسناها في المحاضره اللي فاتت. طيب الكيس الثانيه ان انا عندي حاجه اسمها سمول اكسنتريستي. طيب يعني ايه سمول اكسنتريستي؟ اه والله انا القطاع بتاعي عليه ام و تي، القطاع بتاعي يا جماعه عليه هنا عليه مومنت وعليه تنشن، بس قيمة المومنت مش كبيرة قوي. تمام. قيمة المومنت مش كبيرة قوي. طب الاكسنتريستي عموما بتساوي ايه؟ الاكسنتريستي بتساوي الام اوفر تي. هل في حد مش عارف ليه الاكسنتريستي بتساوي الام اوفر تي؟ ولا دي حاجة اخدناها في الستراكشر؟ يعني انا لو انا عايز اعوض عن الفورس والمومنت بفورس واحده بس تي، يبقى هتبقى التي بتاثر على بعد اي من السي جي اللي هو الاي قيمتها ام اوفر ايه؟ اوفر تي. لو المومنت ده قيمته صغيره يبقى الاي دي هتبقى صغيره، وهنشوف دلوقتي صغيره قد ايه، فبنسميها انها سمول اكسنتريستي. تمام. طيب السترين ديستريبيوشن هنا اختلف شويه، ان انا طالما الفورس نزلت تحت السي جي شويه يبقى اكيد الفورس او السترين تحت هيبقى اكبر شويه من السترين فوق، او التنشن اللي هيبقى تحت هيبقى اكبر من الايه؟ من التنشن فوق، وهيتولد بالتالي فورس في الحديد السفلي تي 1 اكبر من الفورس اللي هتتولد في الحديد العلوي اللي هو هيبقى تي 2. تاني، الحاله الاولانيه سنتريك، فكده كده نص الفورس هتتقاوم بالحديد العلوي ونص الفورس هتتقاوم بالحديد السفلي، وبالتالي انا هحط الحديد العلوي بيساوي الحديد السفلي عشان الاثنين بيشيلوا نفس الفورس. طب لو عندي شويه مومنت صغيرين حركوا الفورس دي شويه من ان هي تبقى سنتريك بقت اكسنتريك حاجه بسيطه لتحت مثلا، طالما المومنت بوزيتيف. طب طالما الفورس اكسنتريك حاجه بسيطه، يبقى اكيد الفورس اللي في السيخ اللي تحت هتبقى اكبر شويه من الفورس اللي في السيخ اللي فوق، لان هي هتبقى ايه؟ اقرب لمكان تاثير الايه؟ الفورس دوت. يبقى بالتالي هحسب حديد سفلي قيمته تي 1 على اف يلد على جاما اس، غير الحديد العلوي اللي هيبقى تي 2 على اف يلد على جاما اس، وطبعا التي 1 هتبقى اكبر من التي 2، فبالتالي الاريا ستيل هتبقى اكبر من اريا ستيل داش. طب السمول اكسنتريستي دي حدودها ايه؟ حد شاطر كده يقدر يقول لي يعني ايه سمول اكسنتريستي في القصه دي؟ يعني هل انا الاي بتاعتي دي لو هنا مثلا هتفضل سمول ولا بيج؟ اقدر استخدم نفس القوانين دي لغايه امتى؟ ايوه يا باشمهندسين، يعني لو الاي دي كبرت بحيث ان الفورس بقت بره القطاع هنا، هل التي 2 ديت هتفضل تنشن ولا هتبقى عليها كومبريشن؟ هتبقى كومبريشن. هتبقى كومبريشن. تمام. يبقى احنا الاكسنتريستي دي طول ما انا الفورس محصله الفورس بتاثر بين الاي اس والاي اس داش، يبقى انا بتكلم على سمول اكسنتريستي. لو خرجت بره الحديد اللي تحت ده
يبقى انا بتكلم ان انا بقيت بيج اكسنتريستي وقوانين هتتغير بالنسبه لي، ان انا بقى ما بقاش عندي تي 1 وتي 2، ما بقاش الفورس التنشن بتتوزع بين الحديد العلوي والسفلي بس، لا لازم ايه هخش في طريقه تصميم اخرى. يبقى السمول اكسنتريستي دي معناها ان الاي اصغر من او يساوي دي ناقص دي داش على الاثنين، الدي اللي هي بتاعتنا من الترم الاولاني والدي داش هي برضو اللي هو المسافه لغايه السي جي بتاع الاسياخ على الاثنين، يبقى ايه ان انا اجيب القيمه اللي هي ايه المسافه اللي بتحرك فيها الفورس دي واقدر استخدم فيها القانون المبسط ده ما فيهوش اي مشكله. هل في حد مش فاهم انا عملت ايه هنا؟ ان انا حولت المومنت والفورس في السي يعني الفورس في السي جي مع مومنت لفورس اكسنتريك على القطاع. هل دي فيها مشكله ولا الناس كلها فاهمه؟ دكتور هو انا في حاجه تانية مش فاهمها بس صغيره يعني. ايوه اتفضل. هو ليه على الاثنين؟ مش هي المسافه من بين الدي والدي داش؟ لا الاكسنتريستي دايما بتتحسب منين يا باشمهندس؟ من السي جي بتاع القطاع. شايف الاكسنتريستي دايما هي المسافه بعد الفورس عن السي جي بتاع القطاع. اه تمام. فاهم قصدي؟ اه تمام. شكرا دكتور. العفو. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى احنا عرفنا السمول اكسنتريستي موضوع بسيط جدا، بنسبه البعد عن الفورس بتاعتي نقطه تاثير الفورس اللي هي الاكسيال تنشن هقدر اجيب التو كومبوننتس اللي انا بقاوم بيهم تي 1 وتي 2 واقدر بالتالي ان انا ايه احسب الحديد بتاعي هيطلعوا مش زي بعض. الفورس سوري الحديد اللي قريب من مكان تاثير الفورس هياخد طبعا ايه فورس اكبر، فبالتالي هيبقى الحديد بتاعه اكبر. في ناس بتقول والله احنا ممكن نعتبر ان ده سبورت كده فاهم وده سبورت كده عشان احسب الايه احسب لو انا احسب التي 1 والتي 2 يعني لو انت عملت الفورس دي هنا كده واعتبرت ان ده سيمبل بيم وعليه الفورس دي اكسنتريك كده تقدر تحسب التي 1 والتي 2 لكنهم الرياكشنز بتوع الايه بتوع السيمبل بيم اللي بيأثر عليه الفورس ده هيطلع نفس الايه نفس الكلام. طيب الحاله الثالثه بقى ان انا بيبقى عندي بيج اكسنتريستي تمام. طب البيج اكسنتريستي دي معناها ان الفورس بتأثر بره تمام، احنا بالتالي الاكسنتريستي بقت كبيره عندي مومنت كبير فبالتالي الفورس دي بقت بتأثر بره، فبالتالي السترين ديستريبيوشن بتاعي بقى ايه تنشن تحت وعندي كومبريشن فوق، قيمه المومنت كبرت لدرجه ان انا ايه بقى عندي كومبريشن فوق. طيب يبقى انا مش محتاج اي اس داش اصلا خلاص انا كده كده التنشن اللي موجود ده عايز ان انا ايه اكمبنسيته او ان انا ايه اشوف طريقه تصميم تاخد معايا المومنت لان المومنت كده كده موجود غصب عني دلوقتي والايه والتنشن، فبقيتش اقدر اقول والله ان جزء هيتشال فوق وجزء هيتشال تحت. طيب بنعمل ايه؟ هيجي يقول والله ان احنا بنعمل الحركه الفلانيه دي ان انا بنقل الفورس لغايه السي جي بتاع التسليح بس، يعني انا الاكسنتريستي كبيره بس انا ايه هقول والله انا عشان اصمم بالطريقه السهله بتاعتي اللي هي السي 1 والجي زي ما هنشوف دلوقتي انا هقول والله ان انا هنقل الفورس دي مش في مكانها التاثير اللي بره ده، لا انا هنقل الفورس دي عند السي جي بتاع التسليح. الاكسنتريستي دي اللي هي اي اس الاي بتاعت الستيل، يبقى انا هعتبر ان الفورس اللي عندي التي دي بتاثر على بعد اي اس اللي هو بعد السي جي بتاع الستيل عن السي جي بتاع القطاع. طب ده كده المومنت هيبقى نفس المومنت ولا المومنت هيتاثر؟ لا هيفضل عندي شويه مومنت اللي هم هنسميهم اما التيميت اس. انا لو نقلت الفورس هنا يبقى خلاص يبقى اكن القطاع ده تي بت ايه بتاثر على بعد اي هتديني ايه هتديني التاثير بتاع الام والتي دوت، انما انا ما نقلتهاش لغايه بره خالص انا نقلتها لغايه السي جي بس بتاع الايه الحديد، يبقى بالتالي لسه هيفضل شويه بيننج مومنت عندي بيأثروا على الايه بيأثروا على القطاع. يبقى انا عايز اصمم القطاع ده على اساس ان هو عليه مومنت قيمته ام التيميت اس اصغر من الام وعندي تي اس عندي تي بتاثر على مستوى حديد التسليح تمام. طب استفدت ايه من الكلام دوت؟ قال لي والله ان انا هستخدم بقى الام التيميت اس دي واشتغل سي 1 وجي زي ما انا متعود اقدر ان انا اطلع قيمه الحديد بتاعتي، وبما ان انا الفورس التي حطيتها في السي جي بتاع الاسياخ يبقى انا هقدر ان انا احسب الزياده في الحديد اللي انا عايزها
نتيجه التنشن، على اساس ان هو بيأثر دايركت في الفورس، في اثر دايركت في السي جي بتاع الحديد، فاقدر ان انا اقول والله ان التي بتاعه الحديد اللي انا محتاجها هنا هتبقى عباره عن الاريا ستيل الزياده اللي انا محتاجها هنا هتبقى عباره عن التي على اف ييلد على جاما اس. طيب تاني، يبقى انا هقول والله بمنتهى البساطه ان انا عندي ايه، انا عندي اجيب اريا ستيل توتال هتساوي اريا ستيل بتاعت ام التيميت اس، ودي اللي انا هجيبها من السي 1 والجي، زائد الاريا ستيل بتاعت التنشن. طب دي انا هجيبها منين؟ اه والله هقول والله ان الاريا ستيل بتاعت التنشن دي هتساوي التي اللي انا نقلتها زي ما هي على مستوى حديد التسليح على اف فيلد على جاما اس، ده سي 1 وجي عادي خالص اللي هي اي اس على اف فيلد جي دي زائد تي على اف فيلد على جاما اس. تمام، يبقى البيج اكسنتريستي، الاكسنتريستي خلت الفورس بره القطاع. طيب خلاص انا ما عنديش طريقه اصمم الكلام ده، هو سهله زي الطريقه اللي فاتت بتاعت السمول اكسنتريستي، هعمل ايه؟ لا انا هنقل الفورس بس لغايه السي جي بتاع القطاع، وهشوف شويه المومنت اللي هيفضلوا لي ايه، ان انا خدت جزء من الاكسنتريستي ما خدتش الاكسنتريستي كلها، يبقى الام التيميت اس هتبقى اصغر من الام اللي عندي. تمام، هاخدها هصممها سي 1 وجي، جبت جزء من حديد التسليح، فاضل لسه تاثير التنشن، التنشن بيزود لي حديد التسليح، يبقى انا نقلته في السي جي بتاع السياخ عشان اقدر ان انا احسب الايه، احسب الزياده اللي انا محتاجها في حديد التسليح على طول. طب هل انا محتاج اريا ستيل داش؟ لا طبعا انا ما عنديش ايه في الحاله دي، ما عنديش اريا ستيل داش، لان انا اصلا فوق عندي ايه، عندي كومبريشن ما عنديش تنشن. تمام، مفهوم الكلام ده؟ طيب ده كده الباك جراوند سريعا عن اللي احنا ايه، الخطوات اللي جايه بقى تطبيق على اللي احنا ايه، على اللي احنا لسه قايلينه ده. طيب احنا بنتكلم على اول حاجه السمول اكسنتريستي، زي ما قلنا السمول اكسنتريستي اي اصغر من او يساوي دي ناقص دي داش على الاثنين. في بقى للتسهيل في ناس بتقول لك ايه، لا والله الاي على التي بقى كلها اصغر من نص، هتلاقي اكزامبلز كتير محلوله كده، دي مقبوله طبعا، دي ادق اللي هي الاي على التي، الاي دي ناقص دي داش على الاثنين، بقى في بينهم فرق صغير يعني لو فرق الكفر ده، ولكن احنا ايه بتمشي ان الاي اوفر تي ممكن نحسبها على طول اصغر من نص، هنطبق برضو الايه، هنطبق القانون ده. تمام، طيب عندنا هنا اي اس 2 تمام، وعندنا اي اس 1 اللي هو دي الاي بتاعتي تمام، مكان تاثير الفورس بين الحديد العلوي والحديد السفلي، يبقى انا هقدر بمنتهى السهوله ان انا اجيب الاي اس 2 والاي اس 1 اللي هم ايه، بعد الفورس عن الحديد السفلي وعن الحديد العلوي. لو شويه ماثيماتكس بسيطه جدا هقدر اقول والله ان الاي اس 1 هتساوي دي ناقص دي داش على الاثنين ناقص الاي، والاي اس 2 هتساوي دي ناقص دي داش على الاثنين زائد الاي. تمام، معادلات بسيطه جدا، التي 1 هتساوي التي بقى التيميت توتال في الاي اس 2، خلي بالك ان دي الاي اس 2 تمام، على دي ناقص دي داش، والتي 2 هقدر اجيبها بمنتهى البساطه اللي هي بتساوي التي كليه ناقص ايه، ناقص تي 1 اللي انا جبتها في الخطوه اللي قبلها. تمام، يبقى زي ما قلنا انا اما هعتبرها سيمبل بيم واجيبها، او احفظ الكام قانون البسيط دول، وايه ان انا ايه، هما في الاخر هيطلع لك نفس الحل، يعني انت هتجيب التي 1 والتي 2، تجيب الاي اس 1 والاي اس 2 من المعادله اللي هي التي على اف ييلد على جاما اس. يبقى السمول اكسنتريستي كلام بسيط ما فيهوش اي حاجه، ناخد عليها اكزامبل سريع، والله ان انا لو عندي قطاع 25 في 60 عليه 30 كيلو نيوتن متر وتنشن 300 والاف ييلد كذا والاف سي يو كذا، عايز احسب الحديد اللي انا محتاجه. تمام، طيب اول حاجه احسب الاكسنتريستي، الاي ام على تي 30 على 300 0.1 متر، نخلي بالنا من الوحدات طبعا ايه، عشان ما اخدش بقى مليمتر مع متر مع الكلام ده، يبقى انا لازم ابقى واخد بالي ان انا شغال كيلو نيوتن متر مثلا، كله يبقى ايه، يبقى شغال كله بالمتر. طيب يبقى انا هنا عايز احسب بقى الدي ناقص دي داش على الاثنين ديت. تمام، يبقى الدي داش 50 اللي هو الكفر عادي، 600 ناقص 50 ب 550، يبقى الدي ب 500 اللي هي نص متر، عشان برضو خلي بالك من الوحدات لان ناس كتير بتلخبط بالوحدات في الحقيقه دي، يبقى دي ناقص دي داش على الاثنين 0.5 على الاثنين ب 0.25، يبقى ال 0.1
اصغر من 0.25 يبقى انا عندي سمول اكسنتريك تنشن، يبقى هقدر اوزع الفورس بين الحديد العلوي وبين الايه الحديد السفلي. هحسب الاي اس 2 دي ناقص دي داش زائد الاي اللي هي الكبيره 0.5 على 2 زائد 0.1 تطلع 0.35. هقدر بعد كده اجيب التي 1، خلي بالك التي 1 بتتحسب مع الاي اس 2 اللي هي يعني الفورس الكبيره اللي هي ناحيه الفوق ناحيه الـ ناحيه الـ الفورس ناحيه الفورس الاكسنتريستي يعني ناحيه الفورس متحركه لها يعني بتتحسب من الاكسنتريستي الكبيره اللي هي العكس يعني تمام. يبقى تي التيميت في اي على دي ناقص دي داش يبقى طلعت ايه 210 كيلو نيوتن. الفورس كلها كانت 300، واحده منهم 210 يبقى اللي فاضل 90. يبقى انا بمنتهى السهوله عرفت اجيب الايه الفورس اللي فوق بكام والفورس اللي تحت بكام. طبعا ايه التي توتال بتاثر لي ايه على بعد 10 سم من الايه من السي جي. كلام بعد كده سهل خالص، تي اي اس 1 تي 1 على فيلد على جاما اس، جبت الاي اس 1 جبت الاي اس 2. خلي بالك ان القطاع ده عليه شويه بيننج مومنت نتيجه ان هو حتى لو هو سمول اكسنتريستي، فبالتالي بعمل تشيك على الاي اس مينيمم زي الايه زي الكاميرات. انا عندي 603 في الجزء اللي تحت، خلي بالك انت عندك ايه انت نعم فوق كمان عندك تنشن، بس انت طبعا هتقارن الايه هتقارن ناحيه الحديد الايه الكبير اللي طلع لك اللي هو 603 ملي، هتقارنه ب 462 وهتقول والله ان ده كده ايه اوكي. طالما القطاع عليه مومنت يبقى ايه تاكد ان هو في مينيمم رينفورسمنت ناحيه الايه ناحيه التنشن. طب ده كده القصه الاولانيه بتاعه الايه السمول اكسنتريستي. في حد عنده مشكله فيها ولا الدنيا ماشيه دكتور لو سمحت؟ اتفضل. هو احنا لازم نعمل الاثنين تشيك في اللي في الاخر دول ولا ممكن نكتفي بواحد منهم؟ اللي هو ده يعني اللي هو لو ده خلاص يعني لو ده اوريدي لو ده احنا كنا بناخد الاكبر ولا الاصغر، مش فاكر كنا بناخد الاكبر ولا الاصغر من دول. الاكبر يا دكتور المفروض سمولر اوف لا سمولر اوف دوله خلي بالك ان ده الكود القديم اصلا كمان ففي شويه اختلافات بسيطه يعني. يعني المهم هنعمل تشيك زي ما كنا بنعمل في الكاميرات ال 603 قارنها بالايه قارنها بالقيمه بتاعه الاي اس مينيمم بتاعه الكاميرا تمام. بس ايا ما كان بقى البروسيدور اللي كنا بنعمله في الترم الاولاني زي ما هو يعني مفيش مشكله تمام. تمام يا دكتور. والقطاع برضو ايه زي قطاع الكاميرا مفيهوش مشكلة، طبعا الحديد الكتير ناحية الفورس الكبير او هكذا. طيب لو عندنا بقى بيج اكسنتريستي تمام، برضو الاي اللي هي اكبر من او يساوي دي ناقص دي داش على الاثنين، برضو في ناس بتقولك ايه على تي اكبر من او يساوي نص على طول. وطبعا تاني برضو ان دي ناقص دي داش على الاثنين هي اللي صح يعني، انت ساعات لو استخدمت دي ممكن يطلع لك ايه ممكن يعني لو انت الفورس بتاعتك في الكفر بتاع الحديد بالظبط ممكن طبعا تبقى تطلع لك المعادله مش مظبوطه يعني. فيفضل ان انت تشيك بدي ناقص دي داش على الاثنين يعني، هو ده اللي هيبقى دايما صح يعني. الاي اوفر تي في 99% بتبقى صح يعني، انما لو حظك السيء ان الايه الاي اوفر تي جوه الكفر هتبقى ايه مش مظبوطه قوي يعني. طيب احنا قلنا ان انا لما بيبقى عندي بيج اكسنتريستي بيبقى عندي جزء عليه كومبريشن تمام، وجزء الثاني بيبقى عليه ايه تنشن تمام. وبالتالي البروسيدور بتاعنا ان احنا والله انا عندي الام وعندي التي، عرض القطاع نفسه مش عندي، عايز افرض عرض القطاع اللي هيجي لي ده هيبقى بيساوي قد ايه تمام. هيقول والله ان انا عندي طالما انا هشتغل بالسي 1 وجي يبقى انا هتكلم عادي زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان السي 1 من 3 ل 4 اللي هي بتقول مثلا عامه بنفرضها ب 3.5 تمام، دي بنسميها الدي نود. ممكن اصغرها شويه وممكن اخليها زي ما هي تمام، لان انا ايه انا عارف ان الام التيميت اس بتبقى اصغر من الام التيميت تمام، يعني الام التيميت اس اللي انا بحسب بيها بعد كده في الاخر، لكن هنا بحسب الام التيميت اللي هي ايه اللي هي جيفن في المساله، انما انا بعد كده وانا بصمم بالام التيميت اس اللي هو بعد ما نقلت الفورس التنشن للسي جي بتاع اسياخ التسليم. فأنا بقول والله من 0.9 لواحد تمام، أنت حر عايز تصغرها شوية صغرها، مش عايز إيه ممكن تاخدها زي ما هي مش هتفرق كتير. هحسب بعد كده الإكسنتريستي وهحسب بعد كده الإي أوفر تي.
تمام، هتطلع بيجي اكسنتريستي، يبقى انا هحسب بعد كده الاي اس اللي هو المسافه لغايه الايه، المسافه اللي انا اي ناقص تي على الاثنين زائد الايه زائد الكفر، دي هي القانون بتاع الاي اس اللي انا بنقل بيه الفورس لغايه الحديد التسليح. تمام، نخلي بالنا ان الاي اس بتطلع اصغر من الاي. تمام، انت خارج بتطرح تي على الاثنين، ماشي، ان انت هنا جبت الاي بتساوي ام اوفر ان، هنا بتحسب اي اس اللي هي بتنقل بيها الفورس لغايه السي جي بتاع الاسياخ اريا ستيل الاي ستيل، يعني اي ناقص تي على الاثنين زائد الكفر. تمام، هحسب بعد كده الام التيميت اس هتساوي التي التيميت اللي عندك مضروبه في الاي اس اللي انت جبتها. تخلي بالك برضه ان الام التيميت اس بتبقى اصغر من الام التيميت اللي انت بتحسب بيها من الاول. بعد كده عادي خالص هتخش تحسب سي 1 وجي بس بالام التيميت اس، تمام، مش بالام التيميت، هتحسب سي 1 وجي وبعدين هتحسب الاريا ستيل. تخلي بالك ان احنا تفتكر دايما الشكل ده، ان انت عندك تنشن لسه لازال، انت عندك ام التيميت اس اصغر من الام وعندك التي نقلتها في السي جي بتاع السياخ، فبالتالي بقى عندك الترمين هنا مش ترم واحد، انت بتحسب الحديد ام التيميت اس على اف فيلد جي دي زائد تي التيميت على اف فيلد على جاما اس. تمام، وبعدين بنعمل تشيك اس مينيمم على الايه، على الكاميرا بتاعتي زي الكاميرات عادي. في مشكله في البروسيدور ده؟ موضوع ان شاء الله بسيط يعني. طيب لو عندنا ام ب 700 وان مثلا ب 300، تمام، يبقى بالتالي هنبتدي الخطوه الاولانيه، هنعمل اسيوم السي 1 ب 3.5، هحسب الدي نود طلعت 900 وشويه، هنفترض ان انا صغرتها سنه خدتها 950. ليه صغر، ليه ممكن اصغرها؟ عشان زي ما قلنا ايه، ان الام التيميت اس اللي انا بحسب بيها بعد كده بتبقى ايه، اصغر من الام التيميت. تمام، طيب حسبت بعد كده الاكسنتريستي الاي اوفر الام اوفر الان، نخلي بالنا من اليونتس، يبقى بتطلع عندي 2.33 متر. طبعا ايه هيطلع بيجي اكسنتريستي، لان انا عندي اي اوفر تي، الاي اللي هي اللي انا لسه حاسبها، التي اللي انا ايه ال1000 ملي، خلي بالنا من الوحدات، طبعا دي ايه بالمتر ودي بالمتر، تبقى 2.33 على واحد اكبر من نص، يبقى انا عندي بيج ايه، بيج اكسنتريستي. تمام، احسب بعد كده الاي اس تعويض مباشر، اي ناقص تي على 2 زائد الكفر، نخلي بالنا من الوحدات تاني، طبعا دي ايه 50 مللي اللي هي 0.05 متر، يبقى انا شغال بالمتر، يبقى دي 1.88 متر. تمام، نخلي بالنا ان الاي اس دي ليها وحده، فايه ما عوضش حاجات بالملي وحاجات بالمتر. الام التيميت اس هتساوي الان اللي عندي او التي اللي عندي في الاي اس تطلع 564. طب خلي بالك ان انت الام التيميت كانت 700، الام التيميت اس بقت 564. هقدر احسب السي 1 تاني. تمام، طب ليه هحسب السي 1 تاني؟ لان المومنت اتغير مش كده، انت السي 1 كنت فرضها 3.5 بس انت على المومنت 700، طب المومنت دلوقتي طلع 564، يبقى السي 1 لازم كورسبوندنج ليها ايه، هتتغير، وانت اوريدي كمان غيرت دي شويه، يبقى انت هتحسب السي 1 تاني. خلي بالنا ان السي 1 هتطلع اكبر برضو، دايما انت صغرت المومنت وتقريبا حافظت على نفس الدي، فالسي 1 هتطلع اكبر شويه، فتقدر تجيب الجي وبعدين تروح معوض في القانون طبعا دايركت اللي هو ايه، ام التيميت على اف ييلد جي دي زائد ان التيميت على اف ييلد ايه على جاما اس، ونقدر نعمل تشيك على الاف فيلد على الاس مينيمم. بالنسبه لنا كده يبقى المساله ايه، خلصت. هل في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ يبقى احنا الديزاين بتاعنا بتاع الاكسيال فورس تنشن او الاكسيال فورس سمول ويز سمول اكسنتريستي او الاكسيال فورس تنشن بيز بيج اكسنتريستي، موضوع سهل وستريت فورورد جدا، ما فيهوش افكار كتير. يعني اللي احنا يمكن نسينا نقوله في السمول اكسنتريستي هنا، لو انت قطاع نوت جيفن، انت لو انت عندك المساله دي القطاع مش موجود، يعني زي ما احنا قلنا هنا، والله هو مديني، ما كانش مديني التي مثلا، ما كانش مديني ابعاد القطاع، افرضها ازاي؟ ايوه يا باشمهندسين،
في حاله السمول اكس لو ما كانش مديني لو ما كانش مديك ابعاد القطاع. يعني احنا دلوقتي في السمول اكسنتريستي هنا مديني مومنت وتنشن، ونفترض ان هو ما كانش مديني ال 600 دي. احنا هناك في البيج اكسنتريستي قلنا هنفرض السي 1 ب 3.5 وايه، وهجيب الدي نود، وبعد كده هحسب الام التيميت اس، واجيب السي 1 والجي واحسب الحديد. هنا انا كنت بحسب الحديد على طول بس اكوردنج لابعاد القطاع. يعني انا في الاخر بحتاج ان انا اجيب الايه الاي وقارنها بدي ناقص دي داش، فلازم يبقى عندي من الاول فرض للقطاع. هل انا عندي مشكله هنا قوي في الخرسانه، ولا انا كده كده القطاع كله عليه تنشن؟ في السمول اكسنتريستي انا كده كده القطاع كله ايه عليه تنشن، صح؟ احنا قلنا ان انا ايه هنا ده تنشن فوق وتنشن تحت، ما عنديش كومبريشن خالص. يبقى بالتالي الحديد بتاعي هنا كفر. بس احنا كنا في المحاضره اللي فاتت بنفرض الاريا كونكريت بتساوي ايه، فاكرين ولا مش فاكرين؟ 20 ل 40 بالظبط كده، من 20 ل 40 الايه. معلش انا عرفت ازاي الناس سنتريستي وانا لسه مش عارف ابعاد القطاع. بالظبط كده، يبقى انت لازم هتفرض الاول فرض، تمام، وبعدين ايه تبتدي. انا قصدي ان ابعاد القطاع نفسه مش مهمه قوي، تطلع 40 تطلع 50 تطلع 60 في الاخر مش فارقه معايا، هتبقى فيها جزء اتريشن بسيط، تمام، بس انت في الاخر الدنيا مش هتفرق معاك قوي، ان انت مش هتحتاج قطاع متر. طالما ما عندكش بندنج كبير يبقى انت محتاج قطاع صغير. يبقى انا ممكن ابتدي بفرض صغير، قطاع 20 25 في ايه في 40 25 في 50، واشوف هقدر ارص جواه الحديد بتاعي ولا هيبقى صغير. يعني انا الفانكشن بتاعي هنا ان انا يبقى عندي مساحه ارص فيها الحديد بمسافات ايه معينه. ما عنديش فرض ان انا ايه لازم القطاع يبقى كبير عشان يقاوم بيندنج مومنت، لا، انا عايز كفر لحديد التسليح بس، تمام، لان المومنت قيمته صغير والقطاع كله عليه تنشن مفيش كومبريشن خالص، تمام. يبقى لازم هفرض حاجه الاول وابتدي ايه اشيك عليها واشوف هعرف ارص فيها الحديد ولا لا، تمام كده دكتور لو سمحت. ايوه اتفضل. يعني انا هفرض مثلا البي وافرض السي 1 واجيب منها الدي وبعد كده اشتغل في السمول اكسنتريستي. في السمول اكسنتريستي مفيش خالص سي 1 وجي السمول اكسنتريستي. والله انت هتقول والله ان الاريا كونكريت بتساوي من 20 ل 40 الايه الاريا ستيل، تمام يا دكتور. يعني انا في السمول اكسنتريستي مضطر ان انا افرض الابعاد بتاع القطاع كامله البي والدي. لو هو مش مديك البي، يعني لو عامه ممكن يديك واحده، انت ممكن اصلا تفرض القطاع زي ما قلنا مربع، ان يعني انت البندنج بتاعك بندنج صغير، تمام، ممكن تفرضه 30 في 30 مثلا مبدئيا. لو الفرص بقى كبيره، لو التنشن كبير مثلا زي هتحتاج بقى هتحتاج ممكن تخليه 40 في 40 مثلا، بس انت تعرف ترص الحديد دايرين داير او 50 في 50، بحيث انك هترص الحديد بتاعك ايه زي ما قلنا دايرين داير القطاع، تمام. يعني الفانكشن بتاعك هو كفر من الحديد التسليح. ليه من 20 ل 40؟ ان انت كل ما الحديد كتر كل ما احتاجت خرسانه او بريمتر اكبر عشان ترص عليه الحديد بتاعك، طبعا عدد السياخ هيبقى اكبر. حتى لو يعني طبعا هنحاول نستخدم قطر اكبر شويه، لما بيبقى عندك تاي مثلا بتاعت ارش زي اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بيطلع الفرص فيها كبيره جدا، فبتبقى عندك ايه 14 في 25 مثلا، فبالتالي انت مضطر ان انت ترصهم ايه داير داير بحيث ان يبقى في دي سبيسنج معقولة بحيث ان الخرسانة تقدر انها تعدي من غير مشاكل، يعني. تمام كده؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب ده الجزء الاولاني بتاع التنشن بكل تفاصيله بقى اكسيال تنشن، وزي ما قلنا سمول اكسنتريستي وبيج اكسنتريستي. هنخش بعد كده بقى على الايه على الام والان اللي هو بيبقى اصعب شويه، اللي هو بيبقى فيه ايه اكسيال كومبريشن مع المومنت. هنبص بصه سريعه جدا على الشورت كولومز اللي احنا اخذناه الترم الاولاني على اساس ان هو جزء من الايه زي ما اخذنا الاكسيال تنشن. يعني هنتكلم على الاكسيال كومبريشن ونفتكر اهم القوانين اللي احنا ايه اخذناها في الترم الاولاني.
طيب احنا بنتكلم على شورت كولومز اللي هو ايه الاول، قلنا ان في حاجه اسمها شورت كولوم وحاجه اسمها سلندر كولومز اللي هي بيبقى ممكن يحصل لها باكلينج. تمام، احنا هندرس برضو السلندر كولومز اعتقد كمان كم محاضره يعني، بس احنا دلوقتي بنتكلم مينلي على الشورت كولومز اللي هي عليها اكسيال فورس من غير بندنج. وقلنا ان الفيلير بتاعي بيبقى سادن فيلير، تمام، مفاجئ نتيجه ان انا عندي كومبريشن بس، فبالتالي الكود بيقول لي خد فاكتور اوف سيفتي اعلى من الكاميرات. وقلنا ان الجاما سي بتبقى 1.75 بدل 1.5، والجاما اس بتبقى 1.34 بدلا من 1.15. ده كده كان ايه الكراشنج بتاع الكونكريت زي ما شايفين بيبقى ايه انهيار مفاجئ، وبيبقى توتال لوس للقطاع طبعا يتبعه، طبعا لو العمود حصل له كراشنج المبنى ممكن طبعا يقع غير الكاميرا يعني، طبعا ده الاهميه بتاعت العمود اكبر من الكاميرا، ممكن تحصل لوكال فيلير في جزء صغير مثلا حتى، انما العمود عامه بيبقى ستابيليتي بروبلم يعني، لو عمود اتكسر عامه المبنى ممكن ينهار يعني. طيب جينا قلنا والله ان احنا القطاع بتاعنا عليه كله سترين ثابت، تمام 0.60، والستريس المقابل ليه 0.67 اف اس يو على جاما سي، تمام. قلنا والله المعادله لو عوضنا فيها بمنتهى البساطه ان انا عندي 0.67 اف اس يو في البي في التي على الجاما سي زائد اريا ستيل في الاف يلد على الجاما اس. عوضنا بالجاما سي والجاما اس بالقيم الجديده اللي هي 1.75 1.34، طلعت المعادله اللي هي 0.383 زائد 0.75 كذا، تمام. جينا قلنا بعد كده ان الحديد طبعا حصل له يلد لان السترين كله 0.003، فبالتالي ايه كده كده الحديد حصل له يلد، فيبقى انا اقدر ان انا اسيوم ان الاف اس بتساوي اف يلد بدون مشاكل. قلنا ان الكود من اول 2018 غير المعادله دي شويه بسيطه، تمام، ان هو ايه بقينا بنقول ان انا عندي اريا كونكريت ناقص ايه ناقص اريا ستيل، عشان هو بياخد النت اريا بتاعت الخرسانه يعني مش الجروس اريا. دي التعديل الاولاني. الجمله اللي بالنسبه لنا مهمه دلوقتي هنا هي الايه الجمله اللي فوق ديت، ان احنا كده كده القطاع بتاعنا لو هو عليه اكسيال فورس بس، احنا كده كده هنعتبر ان في ايه مينيمم اكسنتريستي 0.05 من التي، تمام. ان احنا قلنا والله ان انا لو تفتكروا يعني في المحاضره بتاعه الترم الاولاني قلنا والله ان مفيش حاجه بيرفكتلي سنتريك، ممكن الكاميرا تبقى مترحله شويه عن سنتر العمود، ممكن العمود اللي فوق يبقى اصغر شويه من العمود اللي تحتيه فبالتالي بينقل شويه مومنت، ممكن يجي لي شويه مومنتس على العمدان كده كده من الـ من الفيرتيكال لودز او من اي حاجه، بحيث ان انا كده كده لازم حتى لو قطاعنا ثيوريتيكلي حاسب ان هو ما عليهوش اي مومنتس، لا الكود بيقول لي لازم تعمل في حسابك ايه ان في مينيمم اكسنتريستي 0.05 من الايه من التي، وبالتالي هو زود الفاكتور اوف سيفتي شويه حوالي 10% كمان، ان المعادله دي كانت 0.38 بقت 0.35 ودي كانت 0.75 بقت 0.67. في الاخر دي المعادله اللي احنا بنقدر نحسب بيها البي التيميت ليميت بتاعه الايه بتاعت القطاع او الكاباسيتي بتاعت القطاع، الديزاين كاباسيتي بتاعت الايه القطاع طبعا مش الفيلير كاباسيتي، لان انا قاسم على الايه على الجاما سي والجاما اس. كنا اتكلمنا على القصه بتاعت السبايرال رينفورسمنت، السبايرال تايز والتايز المنفصله، الكنات المنفصله والكنات الحلزونيه، ولكن مش مهمه قوي دلوقتي بالنسبه لنا، احنا بنتكلم على ايه على الاعمده ان جنرال يعني. دي القصه ان الكود القديم ما كانش فيه الايه كناش بنطرح الاريا ستيل من الاريا كونكريت. برضو تذكره سريعه كده ان احنا كان عندنا حاجه اسمها المينيمم رينفورسمنت بتاعنا كان 0.8% اوف ريكوايرد كروس سكشن وكان 0.6% اوف شوزن كروس سكشن. الماكسيمم رينفورسمنت كانت 4 و5 و6 من مساحه الخرسانه، الانتيرير كولوم 4 والاكستيرير 5 والكورنر ايه والكورنر 6. وكنا خدنا اكزامبل كده على الفرق بين ال 0.8 وال 0.6 ديت، ناس بتتلخبط فيها شويه يعني، ممكن نبص عليها بعد كده، بس ايه
نبقى فاكرين ان احنا ايه المينيمم رينفورسمنت 0.8 او 0.6 والماكسيمم رينفورسمنت 4 5 6 اكوردنج للايه اكوردنج لللوكيشن بتاع العمود اذا كان انتيرير ولا ايدج ولا ايه ولا كورنر كول. بعد كده تفاصيل التسليح كده بسرعه بتاعه الاعمده. تمام احنا عندنا المسافه بتاعتنا الاكس دي بتبقى دايما من 70 ل 250 ملي. اللونجيتودنال بارز بليست ان اوتر بيريمتر اونلي يعني على الحد الخارجي بس. تمام اقل عدد من السياخ 4 في العمود 30 في 30 ولو سيركولر كولومز يبقى اقل عدد 6. الستيربس طبعا بتاعتنا طبعا ليها ايه الوظائف ديت بتاعتنا اللي هي طبعا اهم حاجه فيها اللي هي كونفايننج بتاع الكونكريت كور. تمام واخدنا شويه القوانين بتاعتنا ان المسافه بين التايز ديت ما تزيدش عن 300 ملي. فبالتالي لو السيخ مسافه بين السيخ والسيخ اصغر من 150 سوري لو اصغر من او يساوي 150 يبقى همسك سيخ واسيب سيخ. لو اكبر يبقى همسك كل الايه همسك كل الاسياخ. وكان عندنا هنا ايه كان عندنا هنا الاكزامبلز يعني على راس الكنات بتاعتنا. يا ريت تراجع الحاجات دي لان انت هتحتاج ترسم طبعا قطاعات كتير في الترم الثاني لاعمده برضو ممكن ما تبقاش اكسيال بس هيبقى عليها ام وان بس هتتعامل معامله الايه معامله الاعمده في الكنات يعني. فتراجع الايه رسم الاعمده بحيث ان انت تبقى تعرف ان انت ترسم القطاعات مظبوط يعني. كان عندنا بقى اشكال مختلفه للراس العمود وقلنا ان عندنا كانه ممكن تبقى كانه حجاب وعندنا كانه ممكن تبقى كانه اللي هي حبايه واحده بس. تمام وهكذا يعني. طيب ده كده ايه مراجعه سريعه عشان نفتكر الاعمده ان احنا والله ان احنا عندنا الاكسيال كومبريشن بنقدر نحسب الكاباسيتي بتاعه القطاع بتاعتنا الاكسيال تنشن والمومنت والتنشن دلوقتي بنعرف ان احنا ايه نحسب. لو انا عندي بقى ام وان تمام برضو نفس الكلام. انا لو عندي البي بتاعتي بتاثر على بعد اي تمام يبقى بالتالي انا ممكن ان انا انقل الفورس ديت في الايه في السي جي وبمومنت ام الف. يبقى انا عندي بي وام طبعا دي ايكويفالنت للايه لنفس الاكسنتريك لود اللي هو على بعد اي من الايه من السي جي. وطبعا الاي هي عباره عن الام على الايه الام على البي. هنتعرف بقى على حاجه مهمه جدا اللي هو الانتراكشن دياجرام. ايه هو الانتراكشن دياجرام ده بمنتهى البساطه؟ الانتراكشن دياجرام ده هو بيمثل لي العلاقه بين البي والمومنت لاي قطاع. يعني انت لو عندك قطاع يعني قطاع جيفن بالنسبه لك وعارف الـ AS داش وعارف الـ Area Steel تمام؟ القطاع ده ممكن يقاوم Tension وممكن يقاوم Pure Tension ممكن يقاوم Pure Compression ممكن يقاوم M و T وممكن يقاوم M و إيه؟ M و N. خلي بالك طبعا هنا النورمال فورس بتاعتنا بالكمبريشن هنا طبعا إيه N وهنا إيه؟ وهنا الـ T تمام؟ اي قطاع معلوم الابعاد ومعلوم الاف سي يو ومعلوم الحديد اقدر ان انا ارسم له الانتراكشن دياجرام ده. انتراكشن بين ايه وايه بين المومنت والنورمال فورس. الخط الخارجي ده هو بيمثل لي الكاباسيتي بتاعه القطاع عند اي نقطه. يعني الخط ده بالنسبه لي هو الكاباسيتي. يعني انا لو القطاع ده متعرض لأي حاجة هنا يعني عنده مومنت بيساوي كذا ونورمال فورس بيساوي كذا يبقى سيف. لو النقطة طلعت بره هنا تبقى أنسيف. ماشي يبقى أنا أي حاجة جوه هنا تبقى سيف أي حاجة بره هنا تبقى إيه تبقى أنسيف. يبقى ده الحدود الخارجية بتاعة الانتراكشن المومنت والنورمال فورس لأي قطاع بمعلوميه القطاع. خلي بالك انا ما برسمش انتراكشن دياجرام لحاجه مجهوله. انا عندي قطاع وعندي حديد التسليح بتاعه عايز اشوف القطاع دوت
الكاباسيتي بتاعته الانفلوب بتاع الكاباسيتي بتاعه ايه الخارجي ده. النقطه الاولانيه دي البيور كومبريشن، النقطه اللي تحت دي البيور تنشن. هنا العلاقه زي ما قلنا بين الام والايه والنورمال فورس او الان والايه والتي. طيب نظريا احنا بنستخدم عشان نرسم الانتراكشن دياجرام ده الحاجات اللي احنا استخدمناها الترم الاولاني اللي هو الايكوليبريم ايكويشن والكومباتيبيليتي ايكويشن، نفس الكلام اللي احنا هنستخدمناه في الترم الاولاني او اللي احنا بنستخدمه برضو في الايه في الترم الثاني عشان نعرف نرسم الانتراكشن دياجرام. طيب ايه المعلومات اللي عندنا اصلا خلاص دلوقتي احنا دلوقتي بالنسبه لنا ايه الحاجات اللي احنا نعرف اصلا نرسمها من غير ما ناخد حاجه جديده؟ اول حاجه البيور تنشن، والله احنا نعرف نحسب التي التيميت بتاعه الايه لو القطاع جيفن والحديد جيفن اقدر ان انا احسب التي التيميت ليميت بتاعه القطاع بتاعي. ونفس القصه بالعكس، والله انا لو عندي ام وتي اقدر ان انا احسب برضو النقط دي. البيور بيندينج اقدر احسب الام التيميت ليميت زي ما كنت بحسبها في الترم الاولاني. النقطه ايه وايه داش دولت تمام اللي هو ايه الكولوم ايكويشن. خلي بالك ان احنا هنا عندنا اكسنتريستي اي اوفر تي بيساوي 0.05. قلنا ان الكود بيقول لي ما تصممش اي حاجه عليها اكسل كومبريشن بس، لازم تاخد معاك في الاعتبار على الاقل 0.05 تي اكسنتريستي تمام. يبقى بالتالي انا الخط اللي فوق ده انا ما باخدوش معايا في الايه في التصميم، انا باخد الخط الافقي ده هو اللي انا بعتبره التصميم بتاع الاعمده الشورت كولمز تمام. يبقى الكولوم ايكويشن عندي برضو، يبقى انا دي عارفها ودي عارفها ودي عارفها ودي عارفها لغايه الخط الافقي ده. طب ايه اللي فاضل لي بقى؟ اللي فاضل لي النقطه اللي هي السي ديت. طب النقطه السي ديت بيسميها لي البالانسد بوينت. طب احنا البالانسد دي سمعناها برضو الترم اللي فات وكنا بنتكلم على بالانسد سيكشن اللي هو الخرسانه بتوصل فيه 0.003 نفس الوقت اللي الحديد فيه بيوصل لابسلون ييلد. هو نفس التعريف مع اختلاف بسيط جدا ان السترينز دي مش محسوبه على مومنت بس، لا دي محسوبه على مومنت وعلى نورمال فورس كمان. يبقى انا عايز احسب قيمه النورمال فورس اللي تخلي لي والمومنت اللي يخلوا لي السترين 0.003 في الخرسانه في نفس الوقت السترين في الحديد فيه بيبقى ايبسلون اي تمام. يبقى احنا عندنا المجهول الجديد عندنا او المعادلات الجديده اللي احنا هنستخدمها هتطلع لي القيمه بتاعه البالانسد ايه البالانسد سيكشن اللي هو تاني ما تتلخبطش بينه وبين الترم الاولاني. البالانسد سيكشن هنا في نورمال فورس مع مومنت، مش بس مومنت، اتس نوت ذا سيم، هي نفس الكونسبت بس انا عندي ايه معادلات مختلفه شويه نتيجه وجود نورمال فورس معايا في المعادله. انا السنه الترم الاولاني كنا بنتكلم بس على مومنت فقط، فكان الايكوليبريم ان السي بتساوي التي، كنت المومنت بتاعي ده عندي كومبريشن فوق وتنشن تحت خلاص. لا المره دي انا عندي مومنت وعندي نورمال فورس، فشويه المعادلات اللي كنا بنستخدمه ما يختلفوا ايه هيختلفوا شويه تمام. طيب هنا الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي هو ايه ان انا والله البوينت اللي هو البالانسد بوينت دوت تمام بيقسم لي او حاجتين مهمين جدا، اي نقطه فوق النقطه دي بعتبرها انها كومبريشن فيلير، اي نقطه تحت النقطه دي بالبالانس بعتبرها انها تنشن فيلير ماشي. انا بقسم بقسم الانتر اكشن دياجرام ده بالنسبه لي لتو زونز، النقطة الفاصلة بينهم كالعادة هي البالانسد ايه؟ البالانسد بوينت. أي نقطة هنا فوق يبقى كومبريشن فيلير، أي نقطة هنا تحت يبقى ايه؟ يبقى بسميها تنشن فيلير زون. طيب تنشن فيلير زون دي نخلي بالنا ان الاي اس هتبقى أكبر من الابسلون ييلد. هنا نخلي بالنا ان الاي اس طبعا هتبقى ايه؟ أصغر من الابسلون، هنا هتبقى أكبر وهنا طبعا هتبقى ايه؟ أصغر. البالانسد الاي اس بتساوي ابسلون ييلد على ايه؟ على جاما اس بالظبط. طيب المعادله دي هي نفس المعادله بتاعتنا اللي احنا كنا بنستخدمها في الترم الاولاني تمام. احنا كنا يعني لو اخذت اف ييلد على جاما اس يعني 600 في دي على 600 زائد اف ييلد على جاما اس يعني 600 في 1.15 هتطلع هي الايه هي 690. خلي بالنا زي ما قلنا ان البالانسد سيكشن بيفرق بين التنشن فيلير وبين الايه
الكمبريشن فيلير. هنا برضو ده نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه، قلنا ال P ultimate لو اكبر من P ultimate balanced يبقى ال FS اصغر من F yield على جاما S، ال C اكبر من ال C balanced، ال E اصغر من ال E balanced، ال M ultimate اصغر وهكذا. خلي بالنا بقى من حاجة مهمة جدا، قصة ال factor of safety. احنا جينا قلنا انا في الاعمدة ال factor of safety بتاع الخرسانة اخدت 1.75، الفاكتور اوف سيفتي بتاع الحديد اخدت 1.34، ده في حاله الايه، في حاله الاعمده اللي هي البيور كومبريشن. تمام، في حاله التنشن كنا بناخد 1.5 1.15. طب بين الاثنين هل هي القيمه اي كومبريشن فيلير هاخد القيم الكبيره قوي؟ قال لي لا، قال لي بين الاثنين هيبقى عندك ايه، هيبقى عندك معادلة function في الـ E over T. ماشي، يعني انت عندك الجاما C بتساوي 1.5 في معادلة function في الـ E over T، والجاما S function في الـ E over T. طب الـ E over T ده يا جماعة برضو عشان ايه، خلي بالنا ان انا الـ E over T ده هو ميل الخط ده، شايف ميل الخط ده E over T، ده مثلا E over T بيساوي 0.05، ده E over T بيساوي ايه، ده E balanced over T، ده دي بتتحسب طبعا من المعادلات اللي هناخدها المرة الجاية ان شاء الله. تمام، طيب المعلومة المهمة اللي احنا خدناها النهاردة ان انا الانتراكشن دياجرام ده بستخدمه في القطاعات اللي معرضة للM والN، ممكن استخدمه للM والT. اه بس طبعا ايه، المعادلات اللي بتاعت الديزاين بتاعت الM والT اسهل اللي احنا كنا خدناها، فبالتالي ما بلجأش للانتراكشن دياجرام فيها، بشتغل بال M ultimate S وبشتغل بالسمول اكسنتريستي بال T1 وال T2. انا اقدر من معلوماتي السابقة اجيب النقطة دي واجيب النقطتين دول. تمام، فاضل لي النقطة اللي هي طبعا انا المفروض ان ده كيرف كده وبينزل كده، احنا بنبسط الكلام ده بخط مستقيم ما بين ال A وال C. طبعا في برامج كتير بتعمل الانتراكشن دياجرامز ده اكيوريت، ولكن احنا ايه عشان هنعمله بايدينا فهناخد النقطه بتاعه البالانس دي ونعتبرها ان الخط ما بين A داش و C خط مستقيم، بحيث ان انا اقدر ان انا ايه ارسم الانتراكشن دياجرام بسهوله. يعني الانتراكشن دياجرام بنستخدمه في تصميم القطاعات اللي عليها M و N، وعرفنا ان في حاجه اسمها كومبريشن فيلير، وعرفنا ان في حاجه اسمها تنشن فيلير، عرفنا الـ C balanced المعادلة بتاعتها زي المعادلة بتاعت الترم اللي فات مفيش مشكلة، وعرفنا ان الجاما S والجاما C variable ما هماش ثابتين according للإكسنتريستي، كل ما الإكسنتريستي كانت صغيرة كل ما انا الـ factor of safety بتاعي كبر لغاية ما اوصل للـ factor of safety بتاع الأعمدة اللي هو 1.75 و 1.34. تمام، نخلي بالنا هنا تاني، ده برضو الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، السترين بتاعي في الكمبريشن فيلير بيبقى اصغر من الابسون ييلد، السترين بتاعي في البالانسد او في البالانسد بيساوي طبعا في التنشن بيبقى اكبر، وطبعا كده كده ات فيلير الكمبريشن سترين بيبقى 0.003. تمام، ده كده ايه، انا هقف كده يعني مش هزود، المره الجايه نكمل الكومبريشن، نكمل الكومبريشن فيلير المره الجايه ان شاء الله. هل في حد عنده اسئله يا باشمهندس؟ دكتور، ايوه، هو النقطه لو طلعت جوه الكيرف اللي كان موجود ده كانت بتبقى سيف، ولو بره بتبقى ان سيف، صح؟ تمام. طب هي لو صادف مثلا وطلعت على الخط نفسه او الكيرف نفسه تبقى سيف برضه؟ تبقى سيف. ماشي، الخط ده انت يعني انت الخط ده هو اللي انت عملت له كونستراكت من البروبرتيز بتاعه القطاع، ف
فاهم قصدي؟ يعني الخط ده هو الام التيميت اللي هي ايه اللي يقدر القطاع ده يشيلها بالظبط، فاهم؟ تمام. يعني ده انكلودنج الفاكتور اوف سيفتي بتاعك. تمام، شكرا يا دكتور. بعد اذنك يا دكتور اتفضل. هو الشيت رقم واحد اللي هو نزل لنا ده هنسلمه امتى بالظبط؟ تمام، شيت رقم واحد. وانتوا الاسبوع ده برضو عندكم شويه شرح مع اكزامبل وهتعملوا شويه كلاس ورك. تمام. الاسبوع الجاي بقى تبتدوا تسلموا ان شاء الله على مرتين غالبا يعني. تمام. شيت كبير اصلا مش صغير يعني. ايوه يعني اي حاجه بتاخدها في المحاضره والسكشن تعرف تحلها في الشيت حلها. خلاص تمام. تمام. ما ممكن بس اسال على حاجه تانية؟ اتفضل. هو بعد اذنك لما الكومبريشن فيرير الجاما اس والجاما سي بتتغير ما بتبقاش اللي هي 1.75 و 1.35، صح؟ لا بجيبهم المعادله. هي المعادله دي، المعادله دي فانكشن في الاي اوفر تي. انت الاي عندك اللي هي الام على الان والتي اللي هي بعد القطاع اللي هو جيفن برضو بالنسبه لك. فانت لو انت عندك الام وعندك التي هتقدر تحسب في المعادله دي بمنتهى البساطه الام والان يعني وابعاد القطاع، هتقدر تجيب الجاما سي والجاما اس لاي حاجه في الكومبريشن فيل. يعني التنشن فيلير مش بنحسب فيها الجاما سي والجاما اس. التنشن فيلير هما 1.5 و 1.15. تمام، شكرا دكتور. بعدين يا دكتور اتفضل. انا هسال بس على حاجه هي كده كان في الخرسانه بس مش على محاضره النهارده. اتفضل. هو دلوقتي انا لو عندي فريم تمام، وانا لما جيت ارسم البندنج مومنت طلع البندنج مومنت في الجردر من فوق، فانا اجي دلوقتي كده لما اجي اصمم على ان هو كده مثلا في تنشن ولا كومبريشن، يعني مثلا هيكون السكشن ار سكشن ولا تي سكشن. انا مش فاهم قوي السؤال بس يعني. هو انا عندي جردر تمام، هي جت في الامتحان بتاع الفاينل اللي فات جالنا جردر بس المومنت كان من فوق، فانا كان عندي مثلا سيكشن هصممه في الحته دي، فانا دلوقتي كده هصممه على اساس ان هو المومنت فوق فكده يعني انت عندك مثلا عندك كده مثلا كوابيل طويله شويه مثلا فطلع المومنت ما قلبش مثلا طلع كده كله فوق مثلا. بالظبط. فانا مثلا لو هصمم في الحته اللي في النص دي اللي هي بين السبورت والسبورت تمام، فدلي السهم هيكون لفوق، فانا كده هصمم على اساس ان هو ار سيكشن. تصمم ان هو ار سيكشن لو البلاطه فوق او مش الكاميرا مقلوبه يعني انت كده هيبقى كده لو البلاطه فوق، بس انت ممكن يبقى البلاطه تحت. انت لو عندك الكاميرا انفيرتد يعني انت عارف طبعا ايه الكلام اللي احنا قلناه الترم اللي فات ده برضو. انا فاهم. يعني انت لو الكاميرا فوق لو البلاطه فوق هيبقى طبعا كده كله ار سيكشن. لو البلاطه ممكن كان هو عامل لك حاجه بقى التريك اياها دي ان انت بيجي لك ايه حته من البلاطه فوق وحته تحت، ممكن يعمل لك حاجه كده مثلا وبعدين راح عامل لك كده انت بقى عندك ايه. لو ما كانش فين الحته دي خالص كان بس من على الشمال، هو كان في عمود يعني من على الشمال خالص كان في عمود ومن على اليمين خالص كان في عمود وكانت البلاطه من كلها من فوق. ماشي، لو البلاطه كلها فوق يبقى كده يبقى كله ار سيكشن. يبقى ار سيكشن صح؟ لو البلاطه كلها فوق يبقى ار سيكشن. لو هي بشكل كده يعني انا ما شفتش الامتحان بتاعك عشان ايه ما تقولش الدكتور خالد قال ان هو ار سيكشن كنت عاملها صح. ماشي يا دكتور. ماشي. اي استفسار تاني؟